بسم الله الرحمن الرحيم. جريد 3، اهلا بيكم. النهارده هنكمل مع بعض اللي احنا وقفنا عنده في السيشن اللي فات. هو عباره عن ايه؟ الجزء الخاص بال change في environment، التغير في البيئه، change in the environment، التغير في البيئه، ده اللي احنا هنشتغل فيه النهارده. طيب تمام جدا. تعال نشوف كده مع بعض. اول حاجه الفاير، احنا خدنا الفاير قبل كده بس هرجع عليها. الفاير ديت لها اسباب causes ونوعين من الاسباب. natural دي اسباب طبيعيه من عند ربنا، دي اسباب طبيعيه من عند ربنا، هي natural. زي مين؟ اللايتنينج، البرق، وده ممكن تعمل فاير عادي جدا، ده بيحصل في الحرائق بتاعت الغابات الطبيعية اللي هي الإنسان مش له دخل فيها. اتنين، man made يعني حاجات الإنسان هو سبب فيها، تمام. لكن سواء دي أو دي بيكون لها harmless أضرار ولها benefits أو useful فوائد. ايه يا ترى الفوائد اللي ممكن تعملها لنا الحرائق؟ بتعمل ريموف ديد ليترز سو نيوترينتس ادت ذا سويل. قلت لك قبل كده ان لما انا يكون في عندي حاجات صغيره على الارض، ورق شجر، كائنات ميته، الحاجات دي كلها تعتبر ايه؟ تعتبر نيوترينتس، عناصر غذائيه على وش الارض، بس التربة مش قادرة تستفيد منها. طب ايه الحل؟ الحل انها تتحرق. لما تتحرق العناصر الغذائية اللي هي النيوترينتس اللي كانت موجودة فيها هترجع مرة تانية للسويل. يبقى كده الحرائق فادتني انها رجعت العناصر الغذائيه مره تانية للتربه، ودي كده تعتبر benefit of the fire. طيب ايه الهارمس؟ طبعا الهارمس بتدمر كل حاجه يا جماعه. الفاير دي كهارمس، هارمس شديده جدا جدا جدا. طبعا animal leave their habitat، معقول الحيوان يقعد والحريق شغال؟ لازم هينتقل لمكان تاني، هيسيب الهابتت بتاعه. نمبر 2، بليوت ذا اير، طبعا لان هذه الفاير بتعمل ايه؟ الفاير دي يا شباب بتعمل سموك اند اش. سموك اند اش اللي هو الدخان والرماد، وده بيعمل حاجه اسمها difficult breathing، صعوبه في التنفس. تنفس مين؟ اي كائن حي اخر. يبقى ده اسمها difficult في البريسنج بسبب الاش الموجود عندي. نيجي بقى للدروت، الجفاف. دي امواج الجفاف بتحصل ازاي؟ لما الووتر ديكريز، الووتر اماونت ديكريز، كميه الميه بتقل. طب كميه الميه بتقل ازاي؟ في عندي اسباب كتير، منها حتى الصن. يعني الصن دي تعتبر احدى الاسباب اللي الميه بتقل بسببها. الصن بتعمل ايه؟ بتعمل ايفابريت، تبخر. تعال شوف الاول كده اسبابها، حاجتين: نورين، عدم وجود امطار، ثم بوند ليك اند ريفر دراي اب. دراي اب يعني جفاف، جفاف البوند، البوند اللي هي البرك الميه، والليكس اللي هي البحيرات، اند ريفرز. ده كله لما يجف ده معناها ان حصل عندي مشكله او عندي دروت. دي امواج تسمى امواج الجفاف. تمام جدا، نكمل. يا ترى ايه؟ يبقى دي اسبابها، اسباب الدروت حاجتين: يا اما مفيش رين وده بيعمل دروت، يا اما البوند نفسها، البوند نفسها بتجف. بسبب ايه؟ بسبب السن رايز بتعمل ايفابوريت لهذه الووتر. طب يا ترى ايه الافكت بتاعها؟ التأثير،
قال لي والله خد عندك بقى. نمبر 1، بالنسبه للبلانت كانت سيرفايف، لان البلانت يا جماعه اهم حاجه عنده الووتر عشان سيرفايف، يبقى اول تاثير لها تاثير على البلانت. نمبر 2 السويل، كراك اند دراي. كلمه كراك يا جماعه يعني ايه؟ كراك يعني تتشقق. شوف شفت كده الصوره، بص الصوره دي كده، تلاقي فعلا التربه او اللاند عندي اتشققت نتيجه الدروت اند دراي، بتجف. طب الانيمال هيقعد يعمل ايه بقى الانيمال ان شاء الله؟ الانيمالز موف تو فايند ووتر، يبقى المنطقه اللي هي حصل فيها دروت دي يا جماعه اتدمرت. اتدمرت ليه؟ اقول لك ليه، لان اصبح ما فيهاش ووتر. طبعا النبات اتأثر، السويل اتأثرت، الانيمال ما دام مش لاقي مكان هيعمل ايه؟ هيضطر يدور على مكان تاني، مكان تاني يلاقي فيه الووتر. ده كده الدروت بيعمل ايه في البيئة؟ طبعا واضح بيعمل مشاكل جامدة جدا في هذه البيئة. نيجي بقى للبليوشن، التلوث. والتلوث ده يا شباب زي ما انتم عارفين في منه ناتشرال طبيعي برضه ربنا اللي عمله، وفي مان ميد الانسان السبب فيه. تعال نشوف كده مع بعض الناتشرال الطبيعي ايه. الطبيعي ده يا جماعه هو زي الفولكانو، فولكانو اللي هو البركان. البركان ده يا شباب طبعا بالرغم هناخد بعد كده الفولكانو له فوائد زي ما له اضرار. الفوائد بتاعته ان بيجيب النيوترينتس من داخل الارض ويطلعها لنا بره، والمعادن وخلافه، فيعتبر ده حاجه كويسه جدا. انما في نفس الوقت له اضرار، له اضرار يعني ايه؟ بيعمل تلوث. تلوث في ايه؟ في الجو، يعني في الاير، وكمان تلوث في ايه؟ في الارض، لان بينزل الحاجات الحمم البركانيه بتنزل على الارض كده تعمل مشاكل جامده وتحرق كل حاجه. فاصبح الفولكانو برضو بليوت، كلمه بليوت زي ما قلنا او بليوشن يعني تلوث. التلوث الطبيعي زي الفولكانو هنقول اثره ان هو بيعمل ايه؟ ديستروي. ديستروي يعني تدمير. لمين؟ للاير، للووتر، لللاند. الاير بقى التراب والدخان اللي بيخرج منه ده بيعمل مشاكل جامده جدا، وكمان الووتر لما هذه الحمم بتنزل في الووتر طبيعي لازم بيحصل تلوث في هذه المنطقه، ده اللي احنا بنسميه اللي هو الدستروي في الاير والووتر حتى اللاند. تمام جدا، ده بالنسبه للفولكينو اللي هو الناتشورال. طب امال بقى التلوث الطبيعي اللي الانسان عمله عباره عن ايه؟ طبعا مش عايز اقول لك بقى، مش عايز اقول لك، وانت اكتر حد شايف الحاجات ديت في حياتنا ازاي. يعني تلاقي ايه؟ تروح في اي مكان بامانه يعني يا شباب، من اي مكان تلاقي فيه تلوث، ناس راميه زباله، الزباله مش محطوطه في مكانها، يعني حاجات كتير جدا بتبقى مشكله وعامه تلوث حياتنا اهو. حتى الدخان بتاع المصانع، بتاع السيارات، بتاع حاجات كتير جدا تعتبر اسباب من اسباب التلوث. عشان كده بنقول ان التلوث ده بنشوفه في حياتنا بشكل كبير جدا زي ما انت شايف كده في حياتك الطبيعيه. طيب نكمل يا شباب. يا ترى المادمن ده عمل ايه؟ زي throwing trash and the chemical in water، اجي بقى للمواد الكيميائيه اللي هي بقى عامله مشاكل ارميها في الميه. وزي ما بيحصل في المصانع تبدا المصانع تعمل ايه يا شباب؟ تعمل ترمي throwing الويستس بتاعتها في الايه؟ في ال 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 الووتر. طبعا لما ترمي الحاجات دي في الووتر يبقى انت كده بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي مشكله، بتعمل لي تلوث الووتر. يبقى throwing trashes او trash and chemicals in water، المواد الكيميائيه والفضلات ترميها في الميه. كمان machines pollute air،
الماشينز بقى بانواعها، السيارات بقى و و و والمصانع، كل ده بيعمل بليوت للاير. يبقى ده برضو تشينج في الانفايرمنت. يبقى انا بتكلم دلوقتي على التغير الذي يحدث في البيئه. التغير، ايه التغير بقى اللي يحصل في البيئه؟ حاجات كتير جدا. زي ما خدنا كل ده يعتبر البليوشن تغير، اخدنا الدرو تغير، اخدنا الفاير تغير، واخدنا برضو الفلود. يبقى دي كلها تغيرات ممكن تحدث في الانفايرومنت. يبقى البليوشن ده تلوث له اسباب، اسباب طبيعيه من عند ربنا واسباب الانسان هو السبب فيها. طبعا واضح جدا اللي السبب فيها الانسان هي عباره عن القاء التراش الكيميكالز الويستد دي كلها، الويستس اسف، كلها تترمي في الاير او في الووتر او في اللاند. طيب طيب الاول كلمه ديسون يعني تدمير، يعني هنا بيحصل تدمير في البيئه، ديستروينج ديستروي تدمير زي ما حصل في الفولكانو او حتى في الفاير. الفاير دي يا جماعه بتعمل ديستروي، تدمر الهابيتات، تعمل اضرار، انها بتدمر البيئه خالص. ادي حاجه. الحاجه الثانيه اللي بيقول بليوشن، البليوشن يا جماعه يعني تلوث. تلوث يعني ايه؟ يعني انا حاجه بتضاف للبيئه تغير من خصائصها وتبقى سيئه. يعني التلوث ده حاجه سيئه للبيئه. طب ايه اللي بيعمل تلوث؟ التلوث ده باختصار حاجتين بيعملهم، يا اما الانسان يا اما الطبيعه. الانسان يا الطبيعه. الانسان بيعمل ايه؟ بيعمل تلوث ازاي؟ ان بيرمي الحاجات اللي هي تسبب تلوثات. يعني زي مثلا قلنا اتراش، بدل ما يعملوا ريسايكل ويستفيد بيه لا بيرميه. الكيميكالز بيرميها في الميه فتلوث الووتر. الدخان اللي خارج بيلوث الاير. يبقى ده اسمه تلوث بليوشن الانسان اللي عمله. لكن في تلوث طبيعي طبعا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ليه عمل البركان. البركان دي هي عملية توازن للأرض. الأرض يا جماعة جواها غليان شديد جدا، لو ما كانش في فرجان بيطلع كان زمان الأرض انفجرت. ليه؟ زي بالظبط يا جماعة لما تلاقي إيه الحلة تبقى بتغلي قوي ويطلع البخار من جنب. طب لو أنا سديت البخار خالص ما خلوش يطلع، الحلة تنفجر. ليه تنفجر؟ ليه؟ لأن ضغط البخار فيها شديد جدا. كذلك الأرض باطن، الأرض فيه غليان. طب ازاي بقى الارض تنفذ عن هذا الغليان؟ عن طريق البركان. البركان دي فاتحه كان الارض كده ايه بتطلع غلها في البركان، يقوم يطلع شويه في منطقه صغيره. طب لو ما كانش في بركان الارض هتيجي فتره والضغط بتاعها يزيد تنفجر. فيعتبر البركان ده تنفيذ عن الارض بوضعها. ده البليوشن. طيب يبقى كده تقريبا جاوبنا على الاسئله اللي انتوا كلكم بتسالوا فيها. ايه اللي يحصل لو ما فيش بركان؟ مش هيحصل حاجه، ولكن زي ما قلنا لو ما كانش في بركان ممكن الارض تنفجر نتيجه الضغط الجيد بتاعها لو كان في بريس عليها. الكلمات عندي change environment flood causes heavy rain امطار غزيره cover يغطي effect يؤثر طبعا سيب يوسف شويه عارفينها برينج يجلب سيبها برضه السيدز نيوترينتس عارفينها هارمفول ضار واش اواي جرفت مش مشكله ليفز يترك ناتشرال طبيعي لايتنج البرق مان ميد سلع الانسان فاير مش مشكله. طبعا في حاجات اخدناها السيشن اللي فات اخدناها حفظ، فدي اللي اخدناه خلاص ده هنكمل عليه. remove يزيل dead litters اللي هي النباتات الميتة added مش مشكلة soil بليوت يلوث disaster كارثة drought جفاف bonds برك river عارفينها ليك عارفينها dry up ماشي cracks تشقق survive خدناها volcano بركان throwing يرمي أو يلقي تراش القمامة كيميكال ماشين ديستروي اهي ديستروي يعني ايه يدمر. ده هيبقى عندنا
الكلمات، تمام؟ انا هديك فرصه دلوقتي اهو، انا هصغرها لك واديك فرصه ان انت تعمل سكرين شوت عشان تعرف كلمات. اتفضل. نخش بقى في ليسون 7، بيتكلم على ايه؟ على بلانتس اند انيمال كان كوزس تشينج. البلانتس والانيمال ممكن يعملهم تشينج. طيب ازاي بقى الانيمال والبلانت ممكن يعملوا تشينج في انفايرومنت؟ يلا مع بعض نشوف. اول حاجه البلانت، على بلانت، هو انت بلانت ممكن تغير في الانفيرت؟ قال لك ايوه. طب ازاي؟ هنا بلانت هايسنس، هايسنسس اللي هو بيسموه الووتر ليلي، يسمى ووتر ليلي، هو ياسينة الماء او ورد النيل. ورد النيل ده يا جماعه نباتات بتبقى طافيه، يعني ده مثلا اهو ده يعتبر نهر، وتلاقي الووتر ليلي او ياسينة الماء ماليه النهر. وطبعا ده غلط، غلط على ايه؟ هقول لك غلط على ايه. تعال نشوف كده الاضرار اللي ممكن يعملها البلانت ويعمل تغير في الانفايرومنت. اهو ووتر هاي سنسز، هاي سنسز السنس اللي هو وياسينه الماء او ورد النيل بيسموه احيانا، والاصح تعريفه بان هو ووتر ليلي او ورد النيل. ايه الافكت بتاعته؟ خد عندك يوز ا لوت اوف ووتر. فعلا يا جماعه الووتر ليلي ده او ياسنت الماء بيستخدم كميه كبيره من الووتر، يعني بيستهلك ميه كتير، وبالتالي ممكن يسبب جفاف. ده لو ايه؟ لو بدانا، لو هو فضل موجود بالكميه دي كلها وبيستخدم كميه الووتر دي كلها، ممكن يعمل جفاف في المنطقه اللي هو فيها، لان الووتر في هذه الحاله كميتها تقل، ولو كميتها قلت يبقى انت كده في خطر. يبقى هذا النوع من البلانتس بيعمل تناقص في الميه اللي انا مش عاوزها تنقص. ليه مش عاوزها تنقص؟ لان الميه ديت هي السبب في بقاء الحياه. فيبقى اول افكت من تاثيرات السلبيه للبلانت، او ازاي البلانت بيعمل تشينج في الانفايرومنت، ان هو بيستخدم هذا البلانت كميه كبيره من الووتر فبيقلل من الميه. ادي واحد. اتنين، ان هذا البلانت بريفنت السان لايت اند اكسجين ريتش ذا اكواتيك بلانتس، مش بلانتس بس وانيمالز كمان. يعني ايه؟ بص يا شباب، ال 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 الورد النيل ده او الووتر ليلي او الووتر هاي سنس، تيجي اشعه الشمس تعدي تلاقي في طبقه من هذا النبات على سطح الميه، يبقى اشعه الشمس مش هتوصل للنباتات اللي تحت الميه. واي؟ بيكوز هذا البلانت عامل ايه؟ البلانت ده عامل بريفنت، مانع الصن لايت ان يوصل لهذه البلانتس، لانه عامل طبقه فوق. كمان بيمنع الاكسجين يروح لكلمه اكواتيك، كلمه اكواتيك يعني مائي. مائي اللي هو ايه؟ اكواتيك بلانتس، النباتات المائيه. تمام؟ كمان النباتات المائيه هتبقى خطر، او هي مش هتوصل لها هذه الووتر والاكسجين والسان لايت، السان لايت والاكسجين مش هيوصلهم لهذه الاكواتيك بلانتس. كمان الووتر، ذا ووتر هايسن از، ايه هو بقى الووتر هايسن؟ هو بيعرفني ايه هو. It is a plant that is not found usually found in Egypt. يعني هذا النبات is not found usually in Egypt. مش موجود بشكل طبيعي في مصر. أمال هو في مصر إزاي؟ في مصر يا جماعة الإنسان هو اللي brought it to Egypt. يعني ده كان يا جماعة
جاي اللي انا اعرفه ان كان جاي مع الحمله الفرنسيه، يعني استجلب الى مصر، يعني ما كانش مصر زمان ما كانش فيها هذا البلانت ووتر هايسنس. امال ايه ده، الانسان هو اللي جلبه. عارف لما يكون واحد كده ايه، يقوم جاب حاجه معاه، ولما يجيب حاجه معاه تبدا تزيد 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 بقى، خلاص ما عادتش بقى ايه تقدر ان احنا ايه نوقفها. يبقى هذا البلانت اساسا ما كانش موجود في ايجيبت، ولكن المان، بص بص، هيومن بروت ات تو ايجيبت، وده يعتبر مستجلب، يعني هذا النبات يعتبر مستجلب او مستحضر الى مصر. انفيسيفز او انفيسايف، انفيسايف يعني نبات مستجلب او مستحضر الى مصر. هو مش موجود في مصر بشكل ريجولر، بشكل طبيعي، هذا النبات مش طبيعته مصر، ولكن تم احضاره الى مصر، يعتبر هنا نبات ايه يا جماعه، مستحضر او نبات مستجلب الى مصر. ده الفكره بتاعت هذا البلانت. طيب الانيمال، تمام، بتعمل ايه الانيمالز يا كمان؟ ممكن هاي الانيمال بتغير في الانفيرومنت، طبعا ممكن تغير فيها. ايه هي بقى اللي ممكن تعمله الانيمالز؟ تعمل حاجه اسمها اوفر جرازنج، يعني راعي جائر. اوفر جرازنج اللي هو الراعي الجائر اوف انيمال، يعني النباتات تيجي في مكان وتقعد تبقى فيه فتره طويله تاكل تاكل تاكل، فتقضي على الجراس، تقضي على العشب تماما. شوف الافكت، بص الافكت، ريموف بلانتس اند جراس، لانها بتاكل بشكل اوفر. عارف الطبيعي ايه؟ ان اجيب الانيمال تاكل هنا شويه وتنتقل المكان التاني شويه وتروح لمكان تالت شويه، وبالتالي هنا يبقى انا كده عملت ايه؟ وزعت الانيمالز على هذه الاماكن. لكن لما تكون في مكان واحد زي ده وتقعد تاكل بشكل كتير جدا، تعمل زياده في استهلاك البلانتس والجراس. اوفر جرازنج يعني راعي جائر، يعني راعي زياده عن اللازم. هو ده يا جماعه الافكت بتاع الانيمال. So السويل بيكم هارد اند ساندي، طبعا لما تاكل النباتات كلها اللي موجوده على وش الارض، الارض ما عادش فيها بلانت، تبقى دراي جامده بقى خلاص، هارد، نشفت اند ساندي، وتبقى رمليه. ليه؟ لان البلانت يا جماعه هو اللي بيخلي التربه يعني فرتايل، خصبه كده، وتبقى فيها نوع من انواع السلاسه والنيوترينتس. لكن طول ما انت بتاكل بتاكل وخلصت كل البلانتس، خلاص اصبحت التربه دي تربه جافه او تربه غير جيده. طيب ايه اللي بيعمله الانسان ده بقى؟ بص الانسان بيعمل ايه؟ اجريكلتشر لاند كليننج، اللي هي تنظيف او الـ الارض الزراعيه. خلي بالك تنظيف الارض الزراعيه ده مش حلو. قال لا ليه يا سيد، ده نظافه؟ لا، انت بتشيل النباتات اللي ممكن بعد كده مع الوقت تعمل نيوترينتس وتتضاف للتربه. يعني النباتات اللي هي فوق الارض دي اللي انا بشيلها، لو انا سبتها وحصل لها ديكومبوزيشن، تحلل، هترجع المكونات مره تانية للسويل، ويبقى ده ايجابي وليس سلبي. شوف حضرتك بقول لك ايه؟ هاز هارم افكت، هذا الاجريكلتشر لاند كليننج له هارم افكت. ازاي؟ ريموف ذا فيرتايل لاير اوف ذا سويل، انت كده بتشيل الطبقه الفيرتايل، الطبقه الخصبه، كلمه فيرتايل يعني خصبه. هذه النباتات يا جماعه لما بتموت وتتحلل بتدي فيرتايل للسويل، تدي خصوبه. لما انت تشيل هذه الطبقه وتقول انا بنظف الاجريكلتشر لاند، معنى كده ان انت بتقلل من هذه الخصوبه. يبقى هنا الافكت هنا تاثير سلبي. كمان فولكينو اش فول او سويل، الفولكينو يا جماعه اش اللي هو الرماد البركاني، لما ينزل على السويل ده يعتبر فايده وليس ضرر، هاز بينفيت افكت، تاثير ايجابي، تاثير سلبي ايجابي يعني حاجه كويسه.
بيعمل ايه؟ ادد نيوترينت ذا سويل. احنا قلنا البركان ده بيجيب العناصر الغذائيه من على من باطن الارض، ولما تقع على شكل قش، على شكل رماد، او على شكل رماد بركاني، هذا الرماد البركاني بيضيف خصوبه للتربه ويدي نيوترينت ذا سويل. لذلك افضل ارض زراعيه موجوده على مستوى العالم هي الاراضي الزراعيه القريبه من البولكينوز. ده ناس بتعيش هناك مع ان البركان ممكن ان هو ينفجر في اي لحظه، تقول لك لا ده افضل ارض خصبه، لان البركان بيجيب النيوترينتس من باطن الارض ويطلعها فوق كده على سطح الارض، تزود من خصوبه التربه. ادي برضو حاجات ايجابيه. سناك هيت فيش، وتسمى السمكه ذات الراس، السناك الثعبان، عامله زي راس الثعبان. طب دي في لها بنفت انها ايت انسكتس، بتاكل الحشرات المائيه، وحتى بتاكل الحشرات اللي على الارض، ممكن تطلع كده على الشجر، مش تطلع لفوق يعني، لو شجره كده مقربه من الارض ممكن تعمل جامب وتاكل حشرات، وبرضه بتاكل الحشرات المائيه، فاصبح لها فايده، بتعمل توازن في البيئه. كانتود بيسمى الضفدع القصب، اللي عامل زي القصب كده يعني، لون القصب. هذا الضفدع له بنفيت وله هارمس. البنفيت بتاعته انه بياكل برضه الانسكتس، بيعمل توازن ويخلصها من الحشرات. طب ايه هو الهارمس بتاعته؟ خد عندك، هاز توكسيك سكن، الجلد بتاعه سام، فالحيوانات اللي بتاكله بتموت، بلس ان الحيوانات بتخاف منه بتهرب. بص، make animals leave their habitat، يبقى تخلي هذه الانيمال تسيب مكانها، leave their habitat، تسيب مكانها وتمشي. ده ليه؟ لان هذه الانيمالز التوكسيك سبستانس، الماده السامه اللي في الضفدعه دي، بتاثر عليها فبتخاف منها فتمشي وتهرب منها. يبقى ده برضو الانيمال ممكن يعمل اتشينج، يخلي الحيوانات تهرب من هذه البيئه، بيكوز الكانتود ضفدع القصد ده بيعمل ايه؟ عنده توكسيك سكن. توكسيك سكن ده بيخلي الانيمالز تهرب وتسيبه، ميك انيمالز ليف ذير هابيتات، ده الهارمس. البنفيت زي ما قلنا الفايده ان هو بياكل الانسكتس، تمام؟